أفاد مراسل العربي باستشهاد 7 أشخاص وجرح آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال منزلا يؤوي نازحين غربية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف محيط معبر رفح. هذا وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين شرقي رفح ما أدى إلى حدوث دمار كبير في المنطقة، كما شنت 3 غارات قرب محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.